احنا معنا على الهاتف كابتن مصر طبعا والمدير الفني القدير الكابتن فتحي مبروك المدير الفني ليه او طبعا رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. مساء الخير ابو الكباتن وكل سنه وحضرتك طيب. مساء الخير يا كابتن محمد وكل سنه وانت طيب وكل الساده مشاهدي قناه الاهلي الجميله خير وصحه كده رمضان كريم عليهم جميعا. وعلى حضرتك ودايما كده بصحه وسلام. والواحد يعني كابتن فتحي مبروك خبره كبيره جدا في كره القدم وحاجه يعني من الحاجات اللي الواحد بيفخر انها من ضمن طبعا رموز النادي الاهلي. عايز اسال حضرتك طبعا مهمه ثقيله قطاع الناشئين بالنادي الاهلي ان شاء الله يبقى في تطوير مستمر. والله يا كابتن محمد يمكن انا طبعا بشكر لجنه كره القدم ومجلس اداره النادي الاهلي على الثقه الجميله اللي بيثقوا احد ابناء النادي الاهلي في قياده قطاع الناشئين. دي حاجه. الحاجه الثانيه انا بشكر طبعا الكابتن عمرو ابو المجد ان هو يمكن الموسم اللي فات عمل الحمد لله شغل كويس، ولكن سنه الحياه بقى بيبقى فيها دايما تغيير، واتمنى من كل قلبي ان انا فعلا اخدم النادي الاهلي في هذا الموقع، لاني طبيعتي انا كنت قبل كده انت عارف اني بشتغل في التدريب طول عمري. نعم. ويبقى جزء برضه على فكره جزء من قياده القطاع الناشئين، جزء برضه هيبقى فيه فكر تدريب ان شاء الله، واتمنى كده ان احنا ان شاء الله نخلي كيان لقطاع الناشئين ده فعلا يساهم في اعداد جيل كويس للنادي الاهلي والدرجه الاولى في النادي الاهلي يعني ان شاء الله. طيب كابتن فتحي حضرتك اكيد هيبقى في تعاون مع الجهاز الفني، تعاون مع المدير الفني الاجنبي اللي هيبقى جديد او كابتن محمد يوسف الان في المسؤوليه، يعني عايز حضرتك برضو تعرفنا كيف سيتم التواصل، وحضرتك عندك صراحه اجيال على اعلى مستوى من اول الفريق البراعم تحت الحاد فريق ال 98 وال 97 من الفرق من اقوى الفرق اللي كانت موجوده في مصر. لا هو طبعا احنا الحمد لله بص احنا التواصل ده دائما موجود، يمكن حتى وانا شغال في قطاع الشباب كان بيبقى في تواصل بيني وبين اي مدير فني في الدرجه الاولى، ودي دائما قاعده ومبدا في النادي الاهلي ان بيبقى في تواصل دائما في قطاع الناشئين وقطاع الشباب للدرجه الاولى. زي ما قلت لك خدمه قطاع الناشئين كله بتدور في النهارده في خدمه النادي الاهلي وخدمه الدرجه الاولى، فان شاء الله يبقى في تواصل ويبقى في مشهوره ويبقى في النهارده كل كبيره وصغيره ان شاء الله للنادي الاهلي ولمصلحه النادي الاهلي والفرقه النادي الاهلي في الدرجه الاولى هيبقى ان شاء الله في تنسيق بيني وبين الجهاز الفني الفريق الاول ان شاء الله. يعني كابتن فتحي هل هتعتمد على الكشافين ولا حضرتك هتعمل ورشات ممكن تنزلوا في بعض الاقاليم وتنزلوا في بعض المحافظات وتستكشفوا المواهب، يعني هيبقى فكره حضرتك ايه في هذا الامر؟ والله بص يا كابتن محمد عشان اكون صريح لسه طبعا ده سابق لاوانه ولسه طبعا كل هذه الامور، بس اكيد في دماغك توجه كابتن كويس على اساس زي ما قلت لك الحاجه اللي هتبقى فيها مصلحه في النادي الاهلي هو فوق اي اعتبارات، يعني فوق اي اعتبارات مصلحه النادي اولا، اذا كان ان احنا هنعمل منظومه النهارده تبقى في النهارده ناس برضه بتبص على لعيبه، لان ده دور على فكره خلي بالك اللجنه الفنيه مش في لجنه فنيه في النادي الاهلي، الكابتن علاء ميهوب هو اللي بيقود هذه العمليه. نعم. فطبعا اللجنه الفنيه برضه هي اللي بترشح ومن خلالنا احنا برضه بنبص على الناس دول وبنشوفهم وبعت لهم برضه مدربين بحيث ان احنا يبقى في راي موحد ان شاء الله في اختيار اي عنصر يضاف للنادي الاهلي ان شاء الله. طب انت حضرتك يا فندم هتشكل بقى الهيكل الاساسي للفرق امتى، وهل الاختبارات هتبقى تستمر في نفس مواعيدها ولا هيبقى في تغيير؟ والله بص يا كابتن برضه عشان لسه ده ان شاء الله برضه يمكن في خلال الايام اللي جايه دي ان شاء الله هقعد مع ان شاء الله كده مع لجنه الكوره عشان اقول لهم برضه ايه اللي في ذهني وايه اللي في تشكيله وايه كل هذه الامور، وبرضه هنشوف نحدد فترات الاختبارات بناء على ان شاء الله بعد رمضان ان شاء الله او بعد العيد يبقى نشوف الاختبارات عشان نبتدي الموسم بدري ان شاء الله باذن الله. كابتن مصر وكابتن طبعا النادي الاهلي كابتن فتحي مبروك بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه، طبعا واحد من الرموز الكبيره صراحه في كره القدم. خلينا نروح لان لجنه الكره